تعريف السكشن الخاص في الاسلاب. نذهب الى الديفاين وبعد ذلك الى الاسلاب بروبرتيز، ومن خلالها راح تجد لا شيء مضاف داخل الاسلاب بروبرتي. نضغط على add new property وبعد ذلك نعطي اسم لهذه البروبرتي وتكون سلاب 1، والماتريال الخاصه فيها هي كونكريت سي ثيري، اضافه للون والملاحظات، وايضا تعطي النوع الخاص فيها ممكن تكون سلاب دروب ستيف وولف ريبرت ميت فوتينج، فاحنا نجعلها سلاب، والثيكنس الخاص فيها هي 200 مليمتر، او يمكن ان تكتبها مثل ما هي موجوده عندك ك 20 سنتي، فاحنا راح نتركها مثل ما هي موجوده وبعد ذلك نضغط على اوكي. نضيف بروبرتي جديده add new property، وهذه المره نسميها عباره عن دروب بهذا الشكل، والماتيريال الخاص فيها نفس الشيء ولكن نوعها راح يتغير الى دروب، والثيكنس الخاص فيها هو عباره عن 200 مليمتر. نضغط على اوكي. الان اصبحت عندنا two property داخل سلاب بروبرتي اللي هي دروب عن سلاب. نضغط على اوكي لتمام عمليه توصيف او تعريف قطاع الخاص في السلاب.